ايش الفوضى هاي؟ تفضلوا يا شباب كل واحد يضل مثله. ري القمة. لا الخامسة. يا دينا خلاص. هدوء يا صبايا. هنا بليز لو سمحتي. نعم بس. ايش في؟ هنا ايش في؟ هذا بالمستشفى. ايش؟ ايش صاير؟ ما بعرف. اكيد لا. كيف يعني؟ اشرب. شو اللي صار؟ قصة الصور برضو؟ شوف أنا مش عارف إذا أنت مستوعب اللي عم بيصير. أنت هيك ممكن تروح على السجن. فاهم شو يعني؟ رائد أنا ممكن أكون آخر واحد تقدر تحكي معاه أنت. احكي لي عن أبوك. كيف يعني؟ عادي احكي لي عن علاقتك فيه. أصحاب تحكوا مع بعض تتخانقوا مع بعض. طمنوني عليه أول ما يطلع من المستشفى. ماشي ماشي. أنا سبق وحذرتك من تصرفات رائد وأنذرته أكثر من مرة بس الواضح أنه ما في فايدة. المهم يا أستاذ طمنا الولد اللي ضربه شو صار فيه؟ الولد عنده تمزق في الضلع وكدمات في الوجه بس رح يطلع من المستشفى اليوم لأنه الموضوع رح يكبر كثير. يكبر كيف يعني؟ أبوه للولد مصمم يوصل الموضوع للمحكمة. شو يعني؟ بيهددنا؟ اهدى يا أبو رائد الموضوع مش تهديد. ابنك غلطان وابنه مصاب وهذا حقهم. يا أستاذ أعلم بخيله يركبوا أولاده وتقاتلوا وضربوا. إيش صار يعني؟ شو صار يعني؟ أنت عارف شو اللي صار بالضبط. وابنك دائما بيعمل مشاكل وهي مش أول مرة. طيب خلينا نلم هالموضوع مع المدرسة ومع الزلمة. يعني مش معقول يا أستاذ نضيع مستقبل الولد عشان طوشي هبلة. صدقني إحنا حاولنا معاه أكثر من مرة بس الواضح إنه هذا آخر حل عشان يرتدع. أنا بحكيك عشانكو روح إلحق الجماعة وحل معهم قبل ما الموضوع يكبر أكبر بكثير. يعني عمره ما قعد معاك؟ قعد شرح لك إشي بهدوء؟ طلعتوا سويتوا شي سوا؟ وإمك؟ أمي يعني طيبة بس برضو ما بنحكي مع بعض كتير. والبنت هاي بس ليه فكرك عملت هيك؟ ما بعرف بس أكيد أنا خربت الدنيا وأنا مش منتبه. بتجوز حكيت إشي بضايقها بس أنا لو أوصل إلها أكيد راح أصالحها وأنهي كل هذا الموضوع. بس تصرفها هاد تصرف حد بده ينتقم مش تصرف حدا زعلان وبدك تصالحه. ما بعرف أصلاً مش مهم. أنا إذا ما انحبست أبوي رح يقتلني. طب ليه فادي؟ شو عمل لك؟ شو عمل لي؟
فادي بضل يضحك علي وعامل حاله بده يساعدني، وأول ما لقيت البنت راح فسد عني للمدير. مستحيل يعمل هيك، فادي كان بيعرف انك بتحب هاي البنت حتى وهو مش مقتنع انها موجودة. فادي كان عم بيحاول يساعدك. يساعدني؟ ما حدا بده يساعدني. لا انت ولا فادي ولا اي حدا. تفضل يا استاذ، تفضل نروح على المخفر يا بطل. مش حكيت لك مش مهم؟ شكرا يا استاذ.